اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده حلقه مختلفه ليه؟ لان النهارده انا معايا نجم مختلف. ممكن الشباب اللي موجودين دلوقتي ما يكونوش عارفينه، ولكن هذا الرجل له دور كبير جدا جدا في النادي الاهلي في فترات طويله جدا جدا في عمر وتاريخ النادي الاهلي. كابتن النجم الكبير الكابتن وشيخ المدربين الحقيقه كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ كابتن اسلام، والحقيقه سعيد جدا 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 بتواجد حضرتك معايا، وبشكرك طبعا ان انت قطعت اجازتك وجيت عشان تطل على جمهور النادي الاهلي من خلال البيت الكبير، فبنشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهارده. طلتك انت اسلام هي اللي بتجبرنا ان احنا بنتعلم منك. ربنا لا 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 نكون جنبك هنا ونيجي لجمهور النادي الاهلي اللي صنعنا كلنا طبعا. كان له دور فيه. وحضرتك كان ليك دور كبير جدا في مجالات كتيره جدا، وفي كره القدم في النادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه ودايما كده تبقى دايما موجود معانا وتطلع من شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن اسلام، النادي الاهلي صنع ناس كتير قوي طبعا، واحنا منهم طبعا، واحنا بدون النادي الاهلي ولا حاجه يعني طبعا. هذا الموقف وهذه النعيم او الفضل او العيشه اللي احنا عايشينها بفضل النادي الاهلي يعني. النادي الاهلي طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، لكن النادي الاهلي هو صانع الاجيال، مش دلوقتي، من قديم الازل. واحنا صنعنا مثل صنع اللعيبه، صنع المدربين، صنع الاداريين، صنع كل النجوم دي كلها. أيوه. فالنادي الاهلي بجمهوره بادارته بمن حضر من اجهزته هي ده يعني نقدر نقول منظومه النادي الاهلي الكرويه. بما اننا بنتكلم عن صناعه الاجيال، فاذا قلنا صناعه اجيال فيبقى نقول الكابتن فتحي نصير صناعة أجيال كثيرة جدا في الحمد الأهلي. لله الحمد لله، ويعني أسماء كبيرة جدا جدا داخل النادي الأهلي، يعني يكفي إن احنا نقول محمود الخطيب. طبعا يعني ده نقدر نقول نقول البكر بتاعنا اللي احنا اللي هو أحد النجوم اللي احنا تشرفت إن أنا كنت موجود واللي قدمته للنادي الأهلي وجبته للنادي الأهلي من نادي النصر من السنوات الرياضية. الكلام ده سنة 70 يعني أنا 50 سنة أهلي مع الخطيب. مش باين يعني يا كابتن، ربنا يديك الصحة يعني. وبعدين حظنا يا كابتن إسلام إن هو يعني لما بدأ صغير وبدأ في نادي النصر، بدأ في الثانوية الرياضية، جبنا النادي الأهلي، فكنت بدربه في الثانوية الرياضية، ثم بدربه في النادي الأهلي. أيوه. ثم بدربه في منتخب الناشئين، ثم بدربه في منتخب مصر، ثم بدربه في منتخب النادي الاهلي الفريق الاول. ايوه. ثم منتخب مصر الاول. فالى ان ايه اللفه دي؟ يعني وبعدين لما خلص واعتزل وبدانا حياته، ثم يعني قصه الجواز، ثم البيت، ثم المتابعه، ثم حتى اللحظه اللي احنا فيها. أيوه. هو كمان الوفاء عنده عالي جدا. أيوه. يعني هو عارف من هو فتحي نصير بالنسبه له طبعا، ماذا قدم له، وهو كمان بيحاول بقدر الامكان في وقته اللي هو رغم ان هو مشغول ان ما ينساش من كان له دور معاه في حياته، في حياته العمليه، في حياته الدراسيه، في حياته الكرويه، في حياته الاجتماعيه، في حياته العائليه طبعا. فكل ده الحمد لله كان ده نموذج طبعا. طبعا في بقيه المجموعه في ده في البيت عند حضرتك الصوره دي. الصوره دي عندي. كان هو كان في ثانويه عامه. ايوه. وبعدين كنا الله يرحمه الفريق مرتجي. أيوه. رئيس النادي الاهلي في الفتره دي، احد الرموز الكبيره، جالي عاوزين ندوله دروس خصوصيه لان عاوزين نساعده، فكنا بناخد الدروس في عندي في البيت. ايوه. وبعدين هو البيت بتاعه في مكان بعيد في بعد العباسيه في عين شمس. ايوه. والمدرسه قريبه، فعاوزين والنادي قريب ليا للبيت، فاحنا عاوزين نحافظ على المنظومه دي كلها. وكانت امانه والدته الله يرحمها ووالده. أيوه. ووالده راجل محترم ورجل فاضل، فقال لي ده امانه في رقبتك. ايوه. ان هو يكون فكنا حفظت الامان. فانا طبعا الامانه كنا بنعمل ايه؟ بيجي النادي يا كابتن يتمرن. ايوه. بعد ما يتمرن اخده نروح البيت، جيب المدرس بيقعد يدرس له. ياه. بعد ما بيخلص الدراسه بيخش هو، كان بيبقى موجود معاه
يعني في الفتره دي كان مصطفى عبده وكان زيزو وكان المجموعه دي كانوا عند حضرتك في البيت يناموا عندي. ايوه. بعد ما يناموا الصبح يتعشوا ويناموا الصبح اخدهم بالعربيه ونطلع على اللجنه بتاعه الامتحان. ياه. يخلص اللجنه الامتحان يمتحن ارجع له انا تاني اخدهم ونطلع على النادي نتمرن في النادي ونخلص ويبقى الدراسه هو ماشي فيها وفي نفس الوقت التدريب مع الفريق الاول وفريق النادي الاهلي بيتمرن فيه ثم كده. فكانت الشغل ده زمان كان احتراف بس بطريقه يعني ايه فيها انسانيه عائلية. شويه فيها انسانيه لا طريقه عائليه. أيوه. يعني فعلا أيوه. الاحتراف العائلي. أيوه. يعني ليه؟ لانك انت بتحتضن هذه النجوم او أيوه. النجوم كده. طبعا منهم بيبو الحمد لله اتخرج من خد ثانويه عامه و الوقت ده كان ثانويه عامه كانت ثانويه أيوه. عامه وكان الامتحانات دي كانت ثانويه عامه. حتى هو كان الصوره دي طلعت في السوشيال ميديا فبيقولوا كاتبين تحتيها ان الخطيب بيوقع للنادي الاهلي. فطبعا هو قال لهم لا ودي مش ما كنتش بوقع العقد ده دي في منزل الكابتن فتحي نصير. ايوه. والمنبه اللي جنبه ده بيقول لي انا كنت شوف الساعه 12 ونص بالليل. ايوه يعني بالليل بالليل 12 ونص 5 بالليل في ليله الامتحانات وهو عمال يذاكر والمنبه ده يقول لك ده كان بيجنني لان بيصحى الصبح لازم بيصحيه يلا عشان المدرسه وكده.